يعد الشباب هم الأكثر طموحا في المجتمع، وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند حدود بالنسبة لهم، فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه، ولا يقتصر دورهم على مجال محدد، بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفي هذا الإطار تبرز مشاركة الشباب في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية هذه المرة، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية، ما يعكس إدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية. وتعتبر مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التغيير الفعال في أي دولة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تلعب الأحزاب السياسية دورا حاسما في حث الشباب على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وتوجيههم نحو فهم أهمية صوتهم في صنع القرار. وبهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، انطلقت فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية ضمن فعاليات النسخة 5 والاستثنائية لمنتدى شباب العالم. تأتي هذه المبادرة إيمانا بالدور المحوري لمنتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم، وإيمانا منه بأن السلام يجب أن ينال استحقاقاته، وقد آن للحرب أن تضع أوزارها. ومن هذا المنطلق تدمج هذه المبادرة بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع. خضم الأحداث اللي بيشهدها قطاع غزة، يجب علينا جميعا أن نتسلح، ليس بالسلاح بمفهومه التقليدي، لكن بضبط النفس، بإعلاء كلمة العقل، قيمنا الإنسانية يجب أن تكون حاضرة بقوة في هذا المشهد المأساوي في قطاع غزة وربما في سائر الأراضي الفلسطينية. حقوق الإنسان التي يجب أن تثمن، ازدواجية المعايير التي يجب يعني أن تولي في هذا الزمان اللي بنشهد فيه كثير من الانتهاكات الصارخة اللي تضرب عرض الحائط بمثل هذه المعايير وهذه القيم الإنسانية السمحة والجميلة. ويعني ربما هذه المبادرة هي فرصة ذهبية لتثبيت هذه القناعات الإيجابية حتى نتسلح بها في مواجهة هذا العدوان الصارخ، وتكون قوة مضادة في المواجهة، تعلي هذه القيم حتى تحتويها بإذن الله في نهاية المطاف. معي ومعكم في هذا اللقاء في من القاهرة الدكتور هاني توفيق، خبير التنمية المستدامة. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك. يعني بالتأكيد هذه المبادرة هي مبادرة شبابية، مهمة جدا احنا نربطها بالحراك اللي حققته منتديات الشباب على مستوى العالم وتحقيق هذه الجسور من التواصل، وبالتأكيد مهم جدا يكون فيها هذه المقاربة الشعبية اللي ربما تنجح فيما لم تفلح فيه السياسات في التعاطي الذي يرقى إلى جسامة التحديات اللي بتشهدها الأراضي الفلسطينية والأشقاء في فلسطين وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة. إلى أي مدى تؤكد هذه المبادرة على الرؤية المصرية لإعلاء لغة الحوار في النزاعات بشكل عام وعلى وجه الخصوص في القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لازم نبص للمسمى نفسه. يعني المسمى نفسه هي مبادرة لإحياء الإنسانية، دي رسالة للعالم كله أن مصر بصل للإنسان قبل كل شيء، لا يبصل لأراضي ولا بصل نقول لكسب حاجات مادية، إحنا بنساعد الإنسان وبنقف مع الإنسان. فدي أول حاجة، رسالة منزهة للعالم. رسالة للعالم كله، إحياء الإنسانية، المسمى نفسه جميل جدا. النقطة الثانية إن إحنا أرض سلام، يعني إحنا بنبحث عن السلام دائما أبدا في كل خطواتنا. إحنا جاهزين بجيوشنا، جاهزين بجيشنا، جاهزين بكل نقول بالأسلحة بكل حاجة، إحنا جاهزين ندافع عن نفسنا فقط، لكن لا نعتدي على أحد. فإحنا السلام مبدأ رئيسي بالنسبة لمصر. دي برضو رسالة أخرى بنرسلها. الرسالة الثالثة الشباب نفسه، إن لهم دور، يعني إن الشباب هم بيفكروا، هم بيقرروا، لأن دول اللي هيقودوا المستقبل. صحيح. ف
فاحنا النهاردة بنعد الشباب ده لقيادة المستقبل. فدي قلت ثلاث رسائل رئيسية في هذه المبادرة. يمكن في أيضا بعد تنموي يعني متعلق بالتنمية البشرية، بالتنمية المستدامة، لأن يعني للأسف يعني أصعب عقبة تواجه هذه التنمية هو غياب الأمن، وهذا الوجه القبيح للإرهاب اللي بيكرس لي بالتأكيد الاحتلال في واحد من مظاهره. كيف تنظرون إلى هذا الأفق؟ هنقول إن من ضمن نقول أهداف التنمية المستدامة الأممية بناء الإنسان. فبناء الإنسان بيبدأ من الشباب، يعني احنا بنبدأ من الشباب في بناء الإنسان. بناء إيه؟ بناء عقليته، بناء أفكاره، بناءه على نقول بعض المبادئ وبعض القيم اللي لازم تترسخ في أذهان الناس وخاصة الشباب. يعني أنا بقول للشباب إنك هتطلع تعلم إيه هي السلام، أو تعلم معنى السلام، تعلم معنى التنمية المستدامة اللي هي هنقول بتبص للمستقبل، بتستشرف المستقبل، بتبحث عن الجديد دائما أبدا، بتبحث عن الابتكار، بتبحث عن نقول حلول حوارية أو حلول نقول على مستوى العالم كله، مش بس إن احنا في ايدينا سلاح نحارب. فهي الفكرة في الآخر هي بناء الإنسان على مفاهيم حديثة وقيم حديثة يجب أن تترسخ. القيم دي بدأت يعني هنقول من فترة كده بدأت تختفي في العالم كله. نعم. ده اللي احنا شايفينه في غزة. البعض يا دكتور بيعول على توقيت هذه المبادرات، لكن في ذات الوقت بيرى أن البعض يعني بما أن هي بتحصل في خضم اشتعال الأزمة وهذه الحصيلة المتجددة من الضحايا من جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، يصبح الحديث عن السلام لا محل له من الإعراب في وقت يضرب فيه عرض الحائط بكل هذه القيم بالسلام، بالعدالة، بحقوق الإنسان، لأن أبسط حقوق الإنسان تنتهك في قطاع غزة في الوقت الراهن. أي الفريقين تؤيد وإيه فعلا خصوصية هذه المرحلة اللي ممكن تعظم من الاستفادة من مثل هذه الدعاوى وهذه المبادرات زي المبادرة اللي احنا بصددها، مبادرة شباب من أجل الإنسان؟ ممتاز. احنا عندنا حرب قائمة، والحرب دي هنقول على بابنا. في نفس الوقت احنا بنرسل رسالة بنقول ان احنا بتوع سلام، ان احنا يعني بنبحث عن السلام في كل شيء. الوقوف امام الحرب بحرب سهل، لكن الوقوف امام الحرب بسلام وبدعوة سلام ده شيء صعب جدا، وشيء يعني تحصل عليه مصر انها نقول ضبط اعصابها لدرجة انها لم تنغمس أو لم تستدرج إنها نقول تدخل في المعركة بشكل أو آخر. مصر بتدافع عن أهل فلسطين بشتى الطرق، بتساعدهم بشتى الطرق، هنقول بتبعث للعالم كله رسالة إن احنا مستعدين لاستقبال نقول جميع المساعدات، وده اتقال أكتر من مرة، في سبيل إن احنا بنحاول نهدي الأمور. وكان لنا ضلع كبير جدا في عملية الهدنة، ضلع كبير جدا في الإغاثة، حوالي 75 أو 80% من الإغاثات اللي راحت كلها من مصر. كل ده بيقول لا، احنا هنواجه الحرب بالسلام. فاحنا هنا هنقول احنا الأقوى، لأن دعوة السلام للعالم كله هيفهمها، دعوة الحرب أعتقد إنها مفردات جديدة بالتأكيد هتظهر في قاموس تعاملاتنا بشكل عام. يعني لو التفتنا لمثل هذه المبادرات، جبروت القوة، يعني هذا الأداء الإسرائيلي الصارخ، النزعة الانتقامية، سياسة العقاب الجماعي الهمجية، يعني غيرها الحقيقة من المسميات، لما يحل مكانها مفردات أخرى يعني مهمة جدا نحن نسترشد بها في هذا الوقت. ازاي ممكن ده يعمم التجربة على مستوى العالم، يخلي فيه هذا التكاتف، يعالج هذا الصمت المطبق للمجتمع الدولي وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ازاء كثير من ازمتنا الطاحنة، وعلى رأسها ما يجري من هوان بحق الفلسطينيين في هذه المرحلة؟ هنقول مين اللي بيرسل الرسالة؟ شباب العالم. يعني الشباب اللي موجودين في شرم الشيخ هم شباب العالم، ممثلين لشباب العالم، بيرسلوا للعالم كله رفضهم لما يجري. فهي الفكرة في الآخر إن احنا عندنا شباب واعي،
عندنا شباب قدر ان هو يفكر في مبادرة زي كده ويضعها على نقول على سطح المائدة للنقاش وللحوار. نحن عندنا مبدأ رئيسي هو ان احنا بنطالب بالامن والامان والسلام الثلاثة مع بعض. فالنهاردة ده اتجاه حديث صحيح بمفردات جديدة زي ما حضرتك تفضلتي، لكن في نفس الوقت هي ضد مفردات اخرى بتستخدمها بعض الجهات. يعني هنقول ان المفردات اللي هي موجودة حاليا لا سوف تنهزم، سوف تنهزم 100% يعني في الاخر. ولو حضرتك لاحظتي هنقول في رنة الحديث اللي كانت بتتم في اول هنقول الاحداث يعني دول كبيرة كانت بتتكلم ازاي، النهاردة بتتكلم بطريقة تانية مختلفة. فده بعد فترة ده لكله ليه، لان ودول كتيرة بقت تؤيد الموقف المصري بعد ما كان في الاول عايزين الموقف المصري يبقى مختلف ان احنا نتقبل وجود الفلسطينيين. احنا لعل كلمة السر في التمكين، يعني يمكن العنوان ده عايز اتوقف معاه قليلا مع حضرتك. تمكين البشر، تمكين المؤسسات، تمكين الدول نفسها الناميه في مواجهه يعني جبروت القوه لدى الدول القويه، واللي بيعبر عنها توازنات القوه اللي بتحكم المنظومه حتى في التعاطي مع العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين، او حتى في كثير من تحدياتنا اخيرا وليس اخرا يعني على ذكر كوب 28 طبعا المنعقده في هذا الوقت، التغيرات المناخيه، وان الدول المتسببه بالاساس في هذه الظواهر لانها دول صناعيه هي يعني بيكتوي بنيرانها للاسف الدول الناميه او الدول الهشه يعني الى صح التوصيف، وكثير من النماذج يعني اللي بنشوفها على مدار عقود من الزمن ولا ندري ما الذي يحمله المستقبل القريب. قراءه حضرتك كلمة التمكين أو مصطلح التمكين معناه إعطاء القوة لإصدار قرار على عاتق اللي بيصدر القرار. دي كلمة التمكين. empowerment يعني أنا بدي لك القوة إنك تصدر قرار وتتحمل تبعات هذا القرار. ده معناه إيه؟ وده اللي بيجري حاليا، إن إحنا بنحاول نقول نرسخ الفكر زي ما قلنا، فكر السلام وفكر نقول المبادئ الجديدة والقيم اللي كانت موجودة قبل كده بنحاول نحييها. كلمة إحياء دي مهمة جدا عشان اوصل في الاخر ان الشعوب كلها تاخد قرار ضد الموقف. فهي فكره امباورمنت هنا مش بس ان انا بساعده ان هو يعيش او ان هو يدافع عن نفسه، لا ده انا بساعده على انه ياخد قرار في موقف زي كده. دول كتيره في الاول احجمت على انها تاخد قرار او وقفت بشكل ما مع احد الاطراف، النهارده بتغير فكرها وبقى القرارات مختلفه. ليه؟ لان انا اديته وحطيته امام امر واقع، ادي احنا وادي انت. لكن حتى لما بيكون في مواقف فرادة بمعنى يغيب الموقف الموحد، تغيب هذه الصيغة التكافلية، النموذج المصري في نصرة الأشقاء الفلسطينيين، المساعدات اللي بتوجه اللي مصر بتتحمل ثلثيها تقريبا على المستوى العالمي، يعني هذه المسألة يعني تتطلب وقفة يعني ننظر إليها يعني لفترة أطول قليلا بقراءة تحليلية يعني حتى الآن، والعالم المفروض يكون وصل لقناعة تولدت عنده أن الإرهاب لا يوجد دولة بمنأى عن هذا الإرهاب، وما أطلقه بالشكل اللي هو عليه حاليا هو غياب التسوية الواجبة للقضية الفلسطينية، ولكن حتى الآن العالم لا يحرك ساكنا. أين ومتى نستفيد من دروس الماضي؟ هنقول احنا عندنا دلوقتي زي ما اتفقنا ونرجع تاني للمبادرة. المبادرة مكونة من مين؟ مين اللي موجود في المبادرة؟ هو ليس أفراد فقط وليس شباب فقط، ده أيضا مؤسسات دولية ومراكز استراتيجية ومراكز هنقول على مستوى سياسي، مستوى اقتصادي، مستوى اجتماعي. ازاي ده بيدي زخم للمبادرة من وجهة نظر حضرتك؟ كل ده في الآخر بيكون حملة نقول منسقة مخطط لها، ان احنا في الآخر بننقل هذه الصورة. الناس دي هترجع بلادها وهتتكلم، وهي بتتكلم بأسماء مؤسسات دولية وخلافة، فالنهاردة هترجع بلادها وهنقول تنقل هذا الفكر. فعشان كده من هنا المنطلق ده اللي اتعمل ده منطلق مش سهل، مش مؤتمر وتعقد وينتهي، لا ده له استمرارية وله استدامة وهيبقى له تتبعات يعني تبعات هتبان في المستقبل القريب. ان يكون في دعم للمتضررين، ويمكن ده بيسحب على متضرري الحرب في غزة، على متضرري التغيرات المناخية الحادة وكوارث الطبيعة يعني، ويمكن ما خرج بيه كوب 27 على سبيل المثال هو هذا الصندوق اللي كان من ضمن يعني
المكتسبات الخاصة بهذا المنتدى، لكنها حتى الآن أيضا يعني لا يوجد هذا التعاطي الجاد معها، يعني أيضا في مازال تقاعس وعدم التزام الدول المتسببة بالأساس في هذه الظواهر بالتزاماتها وتعهداتها حتى اللحظة. المبادرة أيضا بتطالب بذلك ومتركزة على يعني أن ضحايا النزاعات والمساعدة المتأثرين بالحروب تسير قدما، ضامن لترجمة ذلك فعليا. أخيرا هنقول لو نرجع بس الفترة ورا كده شوية، كان حصل نقول اقتحامات من الجيش الإسرائيلي كان بيسموه الاجتياح أو الاجتياح لغزة ولمناطق غزة والكلام ده، الكلام ده في 90 وبعد كده في 95 وبعد كده في سنة 2000، يعني على أكتر من مرة. في كل مرة ما كناش بنشوف اللي بيحصل دلوقتي اللي هو الوقوف من العالم كله ضد هذا. يعني في الأول كانت الناس بتقول من حق إسرائيل إنها تدافع، أنا مش سياسي لكن يعني من حق إسرائيل تدافع عن نفسها. النهاردة الكلام ده بيتغير على مستوى العالم وأيضا من الدول اللي كانت بتقوله. فالنهاردة بقى فيه وقوف شعبي وحكومي من دول عديدة جدا ومن عقر دار إسرائيل نفسها يعني وداخل إسرائيل نفسها، واليهود في أنحاء العالم كلهم معترضين. ففي الآخر هو يعني زي ما بتقول إيه، إحنا كلما تمسكنا بنقول برأينا في هذا الموضوع وإن إحنا متشددين وإن إحنا مقتنعين تماما بهذا، هتلاقي الناس بتقف معانا شوية شوية. الموضوع بياخد وقت، موضوع مش سهل يعني ان يتاخد فيه قرارات بالسرعه، لكن لازم يكون في نقطه انطلاق بدايه، وبالتاكيد مع هذا التكاتف اللي بنتكلم عنه المساله هتكتسب بالتاكيد وهيكون ليها هذه الفعاليه يعني وهذا الاسهام الحقيقي في مواجهه هذه التحديات وعدم تكرار كثير من الممارسات الخاطئه. كنا شغالين مع الشباب، ده احنا باصين للمستقبل طبعا. يعني احنا بنفكر. اسمح لي اختتم بهذه الجمله البالغه. جزيل الشكر دكتور هاني توفيق مدير التنميه المستدامه، شرفتنا ونورتنا. اهلا بك. وخير ختام للقائنا مع حضرتكم النهارده في من القاهره، ومتابعتنا بالتاكيد تتواصل معكم على شاشه قناتين للاخبار، واصحابكم بعد قليل في ساعه اخباريه شامله. شكرا لكم.